هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية؟ كل الأنبياء أحياء حياة برزخية، ليست كحياتهم على الأرض ومع الناس، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. الشهداء أحياء حياة برزخية، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، أحياء عند ربهم، هم أحياء معنا في الدنيا. نعم.